طيب خليني اعطيك احنا ايش نصلح. احنا عندنا شركات كثيره نقوم في تطوير الفرنشايز لهم من خلال فرنشايز ارت، شركه متخصصه في تطوير الفرنشايز. اهم نقطه في الموضوع يمكن يغفل كثير من شركات الفرنشايز او اللي تمنع تعمل على بيع حقوق الامتياز، اللي هو البزنس موديل او نموذج العمل. للاسف ان كثير من نماذج العمل اللي تعمل فيها الشركات السعوديه غير مؤهله انها تعمل بنظام الامتياز التجاري. ليه؟ قد تحقق ارباح بعض ولما اشياء كثيره تقال في اشياء ما تقال. بعطيك اللي ممكن يقال بقدر المستطاع. في نظام الامتياز التجاري هي قائمه على موضوع او معادله مهمه جدا، اللي هي الاستدامه والابتكار، الانوفيشن والسستينابيلتي، وهذا اللي يميز العلامات التجاريه العالميه. من ماكدونالدز ما وصلت 36,000 يونت الا من خلال هذا الموضوع. بس بالمناسبه بعض العلامات التجاريه العالميه اللي تعمل حتى في السوق السعودي اعلنت افلاسها من سنتين او ثلاث سنوات، بما فيها اخر واحده شركه تويز ار اس، وقبلها فيزا هات وكوزمن صب. هذا الكلام يعطينا مؤشر انه ليس نظام الامتياز التجاري هو الحل الاخير والامثل دائما. معني شوف احنا كمستشار فرنشايز اقول، لكن لا يعني هذا انه لا يوجد هناك الا نظام الامتياز التجاري. لازم يكون متوسط في الوسط ما بين العمل بنظام الامتياز التجاري ودعم المشاريع الصغيره اللي هي الناشئه اللي تشغل من خلال اصحابها. جميل. طيب.